بنفسهم وعمالقهم ومماليكهم هي أعظم الحاجات، وضرورتهم إلى ذلك هي أعظم الضرورات. كلما كان العبد أعرف بأسماء ربه وما يستحق من صفات الكمال ونعوت الجلال وما يتنزه عنه مما يضاد ذلك من النقائص والعيوب، كان حظه من الثناء ونصيبه من المكر بحسب ذلك. السبيل إلى تحقيق هذا المطلب الجليل والمقصد النبيل أن يتدبر العبد أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، يتأملها اسما اسما، ويثبت ما دلت عليه من معنى على وجه يليق بجلال الرب وكماله وعظمته، ويعتقد أن هذا الكمال والعظمة ليس لها منتهى، ليس له منتهى، ويؤمن أن كل ما ناقض هذا الكمال بوجه الرجوع فإن الله تعالى منزه مقدس عنه، ويبذل ما استطاع من وسعه من معرفة أسماء الله وصفاته، ويجعل هذه المسألة العظيمة الجليلة أهم المسائل وأولاها بالعناية وأحقها بالتقديم ليفوز في الخير بحفظ المصير. روى البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. هذه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه من ولا. هذه من السنن التي يعني هجرها الناس في صلاتهم أفذاذا وفي صلاتهم جماعات، وهي أنه كيف هيئتها أنه يقرأ الفاتحة والسورة ثم يقرأ بعدها سورة قل هو الله أحد، يفعل ذلك في كل ركعة. هذه سنة مهجورة إلا ما رحم الله عز وجل، سواء كانت في الجماعات أو في من صلى فرادا. أي نعم، الرجل النبي أرسله في سرية، والسرية هي القطعة من الصحابة التي تخرج بغير وجود من النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان النبي معهم كانت تسمى غزوة عليه الصلاة والسلام، فجعلوه يصلي بهم، كان أقرأهم وأحفظهم، فكان يصلي بهم. طبعا هذا الكلام ده في الصلاة الجهرية، والسرية أيضا ما في مانع، لكن هذا هم لاحظوا عليه فين؟ في الصلاة الجهرية. الله أكبر، يقرأ الفاتحة ومثلا يقرأ سبح اسم ربك الأعلى ثم قل هو الله أحد، ويخلص ركعة الأولى، يجي فركعة الثانية الفاتحة، هل أتاك حديث الغاشية، قل هو الله أحد، الثالثة والرابعة يقرأ فاتحة. يجوز نعم من فوائد ذلك أن في الصلاة في الركعتين الأخريين أو الركعة الأخيرة في المغرب الصلاة فيها يجوز بفاتحة وسورة، لحديث أبي سعيد الخدري كنا نحزل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الركعتين الأخريين على النصف من الركعتين الأوليين، ومن يرى كلمة النصف هم كانوا يشوفون النبي كان يقرأ في الركعة الأولى 30 آية، معناها في الركعة الثالثة 15 آية، 15 آية لابد تكون فاتحة ومعها إيش؟ سورة، لأن الفاتحة كم آية؟ ولقد أتناك سبعة من الإيش؟ من المثاني والقرآن العظيم. وهذا من فوائده أيضا أنه يجوز في الركعة أن نقرأ بأكثر من سورة، وهذا مستفيض وأنتم ترونه في صلاة التراويح وغيرها، يجوز في الركعة الواحدة أن يقرأ بأكثر من سورة. فيجوز مثل هذه السنن أن نحافظ عليها نحن في صلاتنا فرادى، وأن ننشرها بين الناس كأئمة مساجد، فإذا تعلم الناس الأول يقرأ عليهم حتى لا نأتي للبلبلة. يا أخوان دائما أنا أقول لإخوان الأئمة ابتعدوا عن بلبلة الناس. يعني إيش بلبلة الناس؟ يعني يجي يقوم هو يفاجئهم بالسنة فيحدث إيش في المسجد؟
الجلبة والبلبلة، ثم كلمة هنا وكلمة هناك وكلمة هنا وكلمة هناك، وأن أصبح يعني يصب الماء على الزيت على البنزين على النار، فنقعد نولع الدنيا. لا، أول أخي الحبيب جزاك الله خير، علم الناس السنة. كيف يكون ذلك؟ بقراءة مثل هذه الكتب. يعني عيب عليك أنت تكون سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة إمام، عمرك ما قريت على الناس كتاب يا أخي في المسجد. يا أخي يقول لك يا شيخ والله ما عندي الجرأة. طيب يا أخي استضيف طلبة العلم المصرح لهم الذين هم مزكون من المشايخ، قل لي يا أخي تعال سوي لنا إيش درس في المسجد. ينبغي عليك أنت أيضا أن تطور من نفسك يا أخي، إنما العلم بالتعلم والحلو بالتحلم، لابد تطور من نفسك. لا ينبغي أن تبقى مكانك راوح فلا يستفيد الناس منك لا في صلاة ولا في شيء ولا في أي حاجة. توقع ناس 20 سنة إمام مسجد، 20 سنة إمام مسجد، ولم يتخرج عنده في المسجد من يخلفه إذا غاب. هل معنى هذا أن هذا الإمام أنه ناجح؟ كلا، هذا إمام إيش؟ إمام فاشل. لأن من كان معلما للناس على الأقل لما يغيب يخلفك من فين؟ من أصلك، من نفس مسجدك. مو نطلع نتفق مع إنسان من مكان آخر لكي يأتي لكي يخلفني في مكاني، صح ولا؟ ينبغي يكون عندي أنا صف واثنين وثلاثة وأربعة من الحفظة الذين يتناوبون في صلوات إيش؟ التراويح، والذين يتناوبون في صلاة الجماعة، ويكون عندي صف واثنين وثلاثة من الخطباء الذين إذا أنا غبت يكونوا موجودين بالنيابة عني. مو يورط الناس، تأتيك اتصالات يا شيخ بالله تعرف حد يخطب؟ يا شيخ بالله أنت فاضي تيجي تمسك الجمعة ترى الإمام مسافر؟ ليش طيب هذه الشوفونية؟ ولماذا هذا النوع من التحكم في شيء ولاك الله إياه لكي تنشر السنة بين إيش؟ بين الناس. حتى تجد في بعض المساجد لما يتم عزل الإمام الناس تتنفس إيش؟ الصعداء، والله تفرح أيما فرح. لماذا؟ لأنه كان مجففا للمنابع في الخير داخل هذا ليش؟ داخل هذا المسجد. ولذلك يا إخوان هذه النقاط من النقاط المهمة. يعني كتاب زي الملخص الفقهي، كتاب أنا أقول للإخوان الشباب أقول لهم دائما الناس تحب الفتاوى، هات لي أخي فتاوى الشيخ بن باز، فتاوى اللجنة الدائمة عليكم السلام، وابدأ تابع معهم أول بأول، تابع شيئا فشيئا مع هؤلاء مع هؤلاء التتابع سنة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة جزاك الله خير. ألا تنجز كتب وتنتهي منها؟ ألن تنجز كتب وتنتهي منها؟ ستنجز كتب وتنتهي منها. حتى أنا أتمنى يكون الخطباء حتى خطباء الجمعة يبدأ مثلا يبدأ من الآن مثلا يقول حناخذ سلسلة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، كل خطبة الجمعة نمشي جزء في سيرة إيش؟ الرسول. سنة سنتان ثلاثة على الأقل جماعة مسجدك عرفوا إيش؟ السيرة الصحيحة كلها، صح ولا؟ والناس تحب الكلام عن إيش؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا مو صح يا أخوة؟ فالإمامة هذه يا أخوان مسؤولية، والله لا أراها تشريفا أبدا، بل هو تكليف، وتكليف صعب جدا، لأنها أمانة. والله يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. توقع سماوات وأرض وجبال مع الخلق العظيم هذا تشفق من حمل هذه الأمانة. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وعلى النقيض من ذلك تجد بعض الأئمة سبحان الله أثروا في جماعة المسجد وأثروا في المسجد، فهذه حلقات تحفيظ وهذا صف واثنين وثلاثة من الحفاظ. أعرف بعض المساجد الذي يؤم فيها من طلاب التحفيظ، ختموا القرآن وأجيزوا وقرأوا سبحان الله العظيم ونفع الله بهم. بل والذي يخلف الإمام من نفس جماعة المسجد الذين درسوا وتعلموا وتم تشجيعهم وسونا لهم دورة في الخطابة. ينبغي الإمام يسوي دورة في الخطابة، يشوف الشاب يقول لهم يعني نعمل دورة خطابة، من يرى في نفسه كذا يأتينا. النوايا أعطيهم هنا جزاك الله. عرفتم يا أخواني؟ فلذلك قلنا هذا من السنة أنك تقرأ فاتحة بعد السورة، بعد السورة وتقرأ بعد قل هو الله أحد، سواء كنت في صلاة الفرض أو في صلاة النفل أو في صلاة أنك فرادة أو في صلوات إيش الجماعة سرية كانت أو جهرية. وجه الدلالة أنهم رجعوا اشتكوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من فوائده. إذا وجدت أخي الحبيب شيئا تنكره ولا دليل عندك فلا تستعجل بالإنكار. أنت ما عندك الآن دليل، ربما هذا الفعل ليس منكرا، صح ولا لا؟ فارجع لمن؟ لأهل العلم. شوف صبروا لحد ما رجعوا لمين؟
للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا، ومن فوائد ذلك أن لا تزيد في الحجة، من فوائد ذلك أن لا تزيد في الحجة، يعني لنبغي أن تكون أمينا في نقل إيش السؤال والمعلومة. قال رسول الله ده بيصلي بينا وكل مرة يختم بإيش، بيقول والله أحد. وأيضا من فوائد المفتي ألا يتعجل حتى يسمع من الطرف إيش الثاني. النبي بيعلمنا أشياء كثيرة، فالنبي استدعى وتلطف معه، قال وكذا كذا الكلام ده صح؟ قال نعم صح. طيب ليش سوي كذا؟ قال لأنها فيها صفة إيش، صفة الرحمن، وإني أحبها. وهذا من فوائده أن كلما نظف قلب العبد زاد حبا للرب. كلما تلقى أنك بتحب ربنا عز وجل، ولا تحب البدعة، ولا أن تدعو مع الله إلها آخر، لا حجر ولا مدر ولا ولي ولا نبي ولا ولا ولا، اعلم أنك أنت إيش دي من علامات حب الله إيش لك. وكلما زدت لله تعظيما كلما نقى الله قلبك من الشرك سبحان الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك إيش، أدخلك الجنة. وهذا من فوائده أن أعمال قليلة مع الإخلاص تدخل صاحبها إلى إيش، إلى الجنة سبحان الله. رجل وجد غصن شوك فأزاحه من إيش، من الطريق. قال لا يؤذي المسلمين. إيش غصن الشوك يعني يساوي ولا شيء صح ولا ماذا يساوي؟ ولا يساوي شيء، لكن هو عند الله بمنزلة كبيرة، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال أهل العلم ومن أحب لنفسه ما لم يحبه لأخيه فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب. تحب لنفسك الرفعة، حب لإخوانك الرفعة أيضا. تحب لنفسك الذرية والولد، حب لإخوانك الذرية والولد. فإن خصصت نفسك بحب زائد عن غيرك من إخوانك المسلمين فقد خنتهم وفعلت كبيرة من كبائر إيش الذنوب. لأن احنا قلنا مقياس الكبائر كما نقله الإمام الطحاوي في العقيدة هو كل ما صدر بقول لا يؤمن أو ليس منا، من غش فليس منا، أو ما توعد عليه بالنار، أو ما توعد عليه بحد في الدنيا، هذه كلها من، أو ما صدر بلعل أو بطرد أو بغضب من رحمة الله عز وجل. نعم شيخ فضل. لا يمنع، ما في مانع، ما في مانع، حتى وإن كانت السورة كبيرة كالبقرة وآل عمران وقرأ منها آيات ثم ختم بقوله والله أحد جاز ذلك أيضا. والدليل فقرأ ما تيسر منه، فقرأ ما تيسر منه. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ولا؟ نعم يبسمل في سره. نعم يبسمل في سره. نعم. حتى في المسجد صلاة الجماعة، حتى في أبداً. ما هذا احنا قلنا من السنن المنسية المفترض، هذا الحديث عندكم صحيح وننشرها بين الناس ونعلمها للناس. هذه فائدة هذا الدرس يا اخوان، وفائدة هذا المجلس، كم تعلمنا فيه اشياء كثيرة، وضحت لنا فيه اشياء ايش كثير. هذه فائدة العلم حفظك. وانا دائما اقول المفترض لما نلقى معلومة مثل هذه ابدا ان انا ارجع البيت اسجلها صوتيا او اصور الجزء اللي فيها وانشرها بين ايش، بين المجموعات. فكم ينفع الله عز وجل بك وانت تنشر هذا الخير وهذا البر بين ايش، بين الناس. نعم. الزلزله ايش بها الزلزله؟ هذه في هذه انما جاءت في صلاه الفجر، جاءت في صلاه الفجر ان النبي قرأ بالزلزله في الركعتين، وهذا ايضا من السنن يفعلها بعض الائمه رايتهم هذه جيده. بعض الناس قال هذه انما كانت في سفر، نقول ليس هناك تحديد في هذا الامر، بل تجوز في السفر وتجوز في الحضر. يقرا في الركعه الاولى الفاتحه واذا زلزلت الارض زلزالها كامله، وفي الركعه الثانيه ايضا يقرا الفاتحه واذا زلزلت الارض زلزالها ايضا ايش كامله. نعم. نعم. وهي تعدل ثلث القرآن كما صح عند مسلم، والذي نفسي بيده أنها تعدل ثلث القرآن. وهذا من فوائده أن من قرأها ثلاث مرات كمن يأخذ أجر من قرأ القرآن كله، لكن ذلك لا يمنعه من قراءة المصحف في ختمته من الفاتحة إلى الناس، كما قلنا من طاف حول البيت سبعا كمن اعتق
رقبة، لكن هذا لا يجزئه عن عتق الرقبة إذا كانت عليه كفارة فيها عتق إيش؟ فيها عتق رقبة. من جلس حتى تشرق الشمس وصلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامة، لكن هذا لا يجزئ عن حج الفريضة وعن عمرة الواجب لمن رأى أن العمرة واجب. وضحت هذه الأمور؟ إنما هي في الأجور وليس في الإجزاء، في الأجور وليس في الإجزاء. نعم قال نعم، قال تامة تامة لا 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 ليس هذا، ليس كمن أجزأ في هذا، لكن كأجر الحج والعمرة تامة كأجرها كاملة تامة، حتى يدخل فيها من حج فلم يرفث ولم يفسخ رجع من ذنوبه كما ولدته أمه، يدخل حتى في هذا الأجر، لأن النبي قال تامة كل ما يترتب عليه، لكن هذا لا يجزئه ولا يبرئ ذمته عن حجة الفريضة إذا كان لم يحج، أو عن عمرة الواجب إذا كان لم يعتمر لمن رأى العمرة واجب كما عند بعض أهل العلم. نعم. لهذا لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب لزمته لقراءتها قال إنها لم يكن الله أكبر. فدل ذلك على أن حب العبد صفات الرحمن ولازمته تكفرها، واستحضار ما دلت عليه من المعاني الجليلة اللائقة بكمال الحب وجلاله، التحقق في معانيها سبب عظيم من أسباب دخول الجنة ونيل رضا الرب تبارك وتعالى ومحبته، كما هو الحال في قصة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.